السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الفرقة الثانية بقسم الهندسة الكهربية، معاكم المهندس عبد اللطيف في سكشن جديد من سكاشن مادة المجالات. النهاردة هنناقش توتوريال رقم 4، وده اللي خاص برضو بشابتر رقم 4 عندك بعنوان الانرجي اند بوتنشال. مبدئيا كده عايزين نعرف قانون الشغل. لو انت عندك شحنة اتحركت في عكس اتجاه المجال، عايز تحسب الشغل عليها، فالقانون بتاعها قدامك اهو، هتساوي سالب كيو في التكامل من نقطة انيشال لنقطة فاينال لاي دوت دي ال. والقانون ده اساس استنتاجه هو ان الشغل بيساوي الفورس دوت دي ال لاي جسم مقص عليه فورس اف وبيتحرك مسافة دي ال، فبيبقى الشغل عبارة عن القوة في المسافة. فالقانون ده هو أساس القانون ده، لأن الفورس زي ما أنت عارف هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاصل قيمة حاصل ضرب الشحنة في المجال كيو في الإي مضروبة في الدي ال. طبعا دي ال لو أنا اشتغلت، لو أنا بتكلم إن أنا بتكلم على مسافة صغيرة جدا، فيبقى ديت عبارة عن دي دبليو هتساوي اف دوت دي ال، والاف لما تيجي تعوض عنها هتبقى عبارة عن كيو في الإي، وعشان هتحرك عكس اتجاه المجال بيحط الإشارة السالب ديت. ولما تيجي تكمل الطرفين بقى هيديك القانون ده، هيبقى ناقصك بقى انك تعوض عن الدي ال. الدي ال هتساوي ايه بقى؟ على حسب النظام اللي انت شغال فيه. لو انت شغال ريكتانجولار زي ما حضرتك شايف القانون كده، دي اكس في اتجاه اي، دي واي في اتجاه جي، دي زد في اتجاه كي. لو انت شغال سلندريكال بيبقى الدي ال دي ار في اتجاه اي ار، وار دي فاي في اتجاه اي فاي، ودي زد في اتجاه ايه؟ في اتجاه كي. ولو شغال في النظام السفيريكال بيبقى دي ال بيساوي دي ار في اتجاه ار، وار دي سيتا في اتجاه الاي فاي، وار ساين سيتا دي فاي في اتجاه الاي فاي. والاليمنتس ديت احنا عرفناها في اول شابتر لما كنا بنعرف الاريا اليمنتس، فهتعوض بعد كده عن الدي ال بالمتجه ده كده، على حسب تشوف الاي اللي مديها لك هتبقى في انهي نظام. لو في النظام الريكتانجولار عوض عن الدي ال بالنظام الريكتانجولار، وده ضرب قياسي، يعني اضرب مركبه الاكس في مركبه الاكس، ومركبه الواي في مركبه الواي، ومركبه الزد في مركبه الزد. وبعدين هيبقى عندك زي ثلاث تكاملات، تكامل بالنسبه للاكس، تكامل بالنسبه للواي، تكامل بالنسبه للزد، او على حسب النظام. في تكامل تاني ممكن يبقى بالنسبه للار دي ار، وتكامل تاني بالنسبه للدي فاي، وتكامل بالنسبه للدي زد. فيبقى عندك زي ما يكون ثلاث تكاملات، وعلى حسب بقى انت بتتحرك من كام لكام، فهتبقى عارف نقطه الانيشال وعارف نقطه الفاينل. بالتالي هتبقى عارف بدايه الاكس ونهايتها، بدايه الواي ونهايتها، وبدايات الزد ونهايتها، او على حسب النظام اللي انت شغال فيه، وهنشوف ده في المسائل. نطبق القانون اللي احنا عرفناه ده على المساله رقم 2. المساله رقم 2 بيقول لك اثبت ان لو انا عندي شحنه قيمتها سالب 10 كولوم هتتحرك من الاورجن ل 1 و2 و3 من خلال المجال اللي هو مديهولك ده. لو بصيت في مجال هتلاقيه مديهولك في النظام الايه؟ الكارتيزي اللي هو النظام الريكتانجلر. بيقول لك من خلال كذا باث. الباثز دي هستخدمها في ان انا اعرف حدود التكامل. يبقى مبدئيا كده بيقول لك اثبت ان الشغل المبذول على الشحنه دي عشان تتنقل من الاورجن للنقطه ديت قيمه ثابته، سواء بشكل بس الباث A او الباث B او الباث C. فمبدئيا كده عشان تحسب الشغل، الشغل هو عباره عن سالب كيو تكامل اي دوت دي ال. ليه جيفن بالنسبه لك في النظام الايه؟ النظام اللي هو الكارتيزي. فانت هات اليونت، هات الدي ال في النظام الكارتيزي اللي هي دي اكس دي واي دي زد. فلما تيجي تضرب هيبقى المركبه دي هتكملها بالنسبه لاكس، والمركبه دي هتكملها بالنسبه لواي، والمركبه دي هتكملها بالنسبه لزد. طب عايز اعرف حدود التكامل بتاعت اكس وواي وزد، هعرفها منين بقى؟ هعرفها من خلال الباثز. فهو انا هعمل التكامل ده ثلاث مرات، مره حسب الباث واحد، او ومره على حسب الباث رقم اثنين، ومره على حسب اللي هو المسار رقم ثلاثه. ناخد كده المسار رقم واحد. المسار رقم واحد بيقول لك اوصل من نقطه الصفر وصفر وصفر لغايه نقطه واحد واثنين وثلاثه من خلال ثلاث خطوط مستقيمه. الخط الاولاني من 0 و0 و0 ل 1 و0 و0، وبعد كده من 1 و0 و0 ل 1 و2 و0، بعد كده من 1 و2 و0 ل 1 و2 و3. كاني هعمل ثلاث تكاملات واجمعهم، عندي الشغل هيبقى عباره عن ثلاث قيم وهجمعهم مع بعض. فمبدئيا كده لما اتحرك من الصفر والصفر والصفر لواحد والصفر والصفر، ايه اللي حصل فيه تغير؟ حصل تغير في الاكس بس، يعني عندي دي اكس. طب الواي والزد، الدي واي والدي زد هيبقى بزيرو لان ما اتغيرش، لا الواي اتغيرت ولا الزد اتغيرت. طب وقيم الواي والزد خلال المسار ده كله بزيروز. فتعالى نحسب بقى الشغل كده، الشغل تعالى للعلاقه دي كده، تعالى
تعالى عوض عن الدي واي بزيرو، عوض عن الدي زد بزيرو، والاكس هتتغير من زيرو لواحد. بالاكس هتتغير من زيرو لواحد، وتيجي تبص هنا جوه هتكلم بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاكس، المفروض ان واي ده كونستانت، وكونستانت خلال المسار عند كام؟ عند زيرو، فتعوض عن الدي واي بزيرو هيديك الايه؟ ناتج الشغل خلال المسار ده اهو بزيرو. نروح على المسار الثاني نفس الفكره. لما تحول بقى من 1 و0 و0 ل 1 و2 و0، مين اللي بيتغير؟ الواي، ففي عندي دي واي. انما الدي اكس ب0 والدي زد ب0 والزد ب0 والاكس خلال المسار ده قيمتها بكام؟ قيمتها ب1. فلما تيجي تحسب الشغل الدي اكس ب0 والدي زد ب0 يبقى معاك مين؟ الدي واي. لو قابلك اي زد فهعوض عن الزد ب0، لو قابلك اي اكس هعوض عن اكس بكام؟ ب1. فلما تيجي تبص كده هتلاقي عندك اكس هعوض عنها بكام؟ ب1. فيبقى ديت 2 في 10 ب20، وكانك بتكمل الواحد بالنسبه لدي واي، فيطلع معاك التكامل بالشكل ده ويطلع معاك ب40. تالت مسار ان انا هتحرك من واحد و2 و0 ل1 و2 و3، الدي اكس والدي واي ما فيهمش تغيرات، فبالتالي الدي اكس والدي واي ب0، وقيمه اكس لو قابلتني اكس اعوض عنها ب1، ولو قابلتني واي اعوض عنها بكام؟ ب2. فهتعوض عن الدي اكس والدي واي ب0 يبقى معاك مين؟ دي زد. دي هتكملها زي ما حضرتك شايف كده، هيطلع معاك الناتج بكام؟ ب270. وبالتالي الشغل المبذول عشان تنقل الشحنه دي من النقطه اللي هي 0 0 0 للنقطه اللي هي 1 و2 و3 هي عباره عن مجموع ال 3 وركس دول. فتجمع دبليو 1 زائد دبليو 2 زائد دبليو 3 هيديك 310 جول، لان الشحنه بتدلك بالكولوم فهتطلع معاك تقريبا بالجول. تعالوا نشوف مع بعض المسار الثاني. المسار الثاني بيقول هو ستريت لاين مباشر. الستريت لاين ده الواي فيها ب2 اكس وزد فيها بكام؟ ب3 اكس. طب انت عندك التكامل هنا في اكس وفي واي وفي زد، اي واي تقابلك عوض عنها ب2 اكس، واي زد تقابلك عوض عنها ب3 اكس. طب والدي واي والدي زد؟ الدي واي فاضل بقى المعادله دي بالنسبه للواي، يبقى الدي واي بيساوي 2 دي اكس. طب فاضل المعادله دي، زد بيساوي 3 اكس، يبقى دي زد بتساوي ايه؟ 3 دي اكس. وتعالى جرب كده شوف فعلا لما الاكس تتغير من النقطتين من 0 ل 1 هل واي، او واي سوري، لما تتغير من 0 ل 2 هل اكس هتتغير من 0 ل 1؟ واي هتتغير من 0 ل 2، عوض هنا كده. لما تبقى الواي ب0 هتبقى ايه؟ الاكس ب0، لما تبقى الواي ب2 هتبقى الاكس بكام؟ ب1، فالاكس هتتغير من 0 ل 1، وده الحقيقي يعني هو اساسا المفروض ان ده خط مستقيم بيحقق النقطتين دول، فانت محتاج تتاكد منها، تتاكد مش محتاج، هي كده بتبقى صح يعني. يبقى اي اكس، اي واي عوض عنها ب2 اكس، اي دي واي عوض عنها ب2 دي اكس، اي زد عوض عنها ب3 اكس، اي دي زد عوض عنها ب3 دي اكس. عوض في المعادله دي لما تعوض زي ما قلت لك، عوض بالتعويضات ديت هتلاقي كل المعادله في اكس كاملها هيديك نفس الناتج اللي هو 310. الباث رقم 3 مديك الواي ب2 اكس ده كيرف، والزد ب3 اكس اس 4، زد 3 اكس اس 4. فاي واي عوض عنها ب2 اكس، اي زد عوض عنها في المعادله ديت ب3 اكس اس 4، اي دي واي عوض عنها ب2 دي اكس، اي دي زد عوض عنها ب12 اكس اس 3 دي اكس. فضلت المعادله ديت بالنسبه لاكس فطلعت معايا كده. طبعا اكيد لما الواي اتغير من 0 ل 2 الاكس هتلاقيه اتغير من 0 ل 1، والزد لما اتغير من 0 ل 3 هتلاقي الاكس اتغير من 0 ل 1. تعالى بقى في المعادله اهي، عوض عن كل واي ب2 اكس، واي دي واي عوض عنها ب2 دي اكس، ودي زد عوض عنها ب12 اكس اس 3 دي اكس، والزد عوض عنها بكام؟ ب3 اكس اس 4. هيطلع معاك العلاقه دي كده، كاملها هيطلع معاك نفس الناتج اللي هو 310 جول. بالتالي اثبتنا ان الشغل المبذول عشان احرك الشحنه ده اهي من الاورجن للنقطه ديت لا يعتمد على المسار. احنا حسبناها بثلاث مسارات مختلفه واداك نفس الناتج. تاني جزئيه في السكشن بتاع النهارده هي حته البوتنشال ديفرنس او فرق الجهد. وفرق الجهد زي ما هتعرف تعريفه او زي ما اخدت تعريفه في المحاضره، هو عبارة عن الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات. فبالنسبة لي الكيو اللي في قانون الشغل، لو تفتكر قانون الشغل كان سالب كيو تكامل اي ضد ال، شيلت الكيو عشان تبقى وحدة الشحنات، يبقى الفي هتساوي سالب التكامل من الانيشال للفاينل. عايز احسب فرق الجهد منين؟ من مثلا من A ل B، فهو سالب التكامل من B ل A، فB هي نقطة البداية و A هي نقطة النهاية. يعني معناها ايه؟ بقيس جهد ايه بالنسبه لبي، فبي بالنسبه لي بتسمى ايه؟ بتسمى الزيرو ريفرنس، هي الزيرو ريفرنس بتاعي. فالفي اي بي زي ما حضرتك شايف كده، لما يطلب منك فرق الجهد لو مديك المجال اي وانت عارف تعوض عن الدي ال ازاي، هتجيبها من القانون ده. هنشوف مع بعض مساله كده.
المسألة رقم 4 مديك الكتريك فيلد انتنسيتي اي، مدالك في النظام الكارتيزي، عشان كده شوف بقى الدي اللي هتعوض عنها ازاي. هتعوض عنها بدي اكس في اتجاه اي، ودي واي في اتجاه جي، ودي اكس ودي زد في اتجاه كي. بيقول لك احسب فرق الجهد من بي لكيو لما تكون البي بكذا والكيو بكذا. الكيو بالنسبه لي اسمها ايه كده؟ اسمها زيرو ريفرنس. خلي بالك بس من المسميات دي عشان انت بتحل المسائل تبقى فاهم هو بيكتب ايه. فالفي بي كيو بتساوي بقى يا شباب جنرالي الفي من بي لكيو هي سالب التكامل من كيو لبي لاي دوت دي ال. الاي جيفن الدي ال دي اكس دي واي دي زد زي ما حضرتك شايف كده. فبالتالي لما ضربتهم في بعض ففي تكامل هيكمل بالنسبه للاكس، وفي تكامل هيبقى بالنسبه للواي، وفي تكامل هيبقى بالنسبه لمين؟ بالنسبه لزد. فتعال نشوف الاكس. الاكس هتحصل تغير من كام لكام؟ من 1 ل 2. يبقى ده التكامل بتاع الاكس. التكامل بتاع الاكس من كام لكام؟ مش من 1 ل 2 بقى، انا بقول من كيو لبي. الكيو بكام؟ من 2 ل 1. يبقى تشوف عند الكيو بكام؟ الاكس بكام؟ ب 2. وعند البي كيو بكام؟ كيو ب 1. يبقى من 2 ل 1. طب عند الواي، طبعا السالب دي وزعتها على الكل زي ما حضراتكم شايفين كده. طب على الواي، الواي بتتغير من كام لكام؟ من 1 عند كيو لسالب 1 عند البي. طب والزد بتتغير من 3 ل 0. هتعمل التلات تكاملات دول لما تيجي تكمل هنا هتكمل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس. واي بالنسبه لك هيبقى كونستانت. لما تيجي تكمل هنا هتكمل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواي. يبقى اكس بالنسبه لك ايه؟ كونستانت. وزد هنا بالنسبه لك هتكمل هنا بالنسبه لزد، طبعا هتكمل كانك بتكمل ايه؟ كونستانت بالنسبه لزد اللي هي الاثنين. التكامل هيبقى قدامك كده، هيطلع بدلاله الواي والاكس. بعد كده في السؤال رقم بي بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايز الجهد ات بي اف ذا زيرو ريفرنس از ات كيو. نفس الكيو ديت ونفس البي ديت، بس بيقول لك ايه بقى؟ عايز احسب الجهد عند البي، مش فارق الجهد من بي لكيو. انا من بي لكيو خلاص عرفته. طب عايز احسب الجهد عند بي، عند بي لما يكون الزيرو ريفرنس هو كيو. يبقى هي نفس القيمه دي، لان القيمه ديت الزيرو ريفرنس بالنسبه لي هو كيو، بس بيقول لك عند بي. فتعوض عن الاكس بواحد والواي بكام؟ بسالب واحد. تمام، انك عايز عند البي. تمام، فهتحسب مين؟ تحسب الجهد عند بي بالنسبه لكيو، عند بي بس. اخر حاجه في السؤال بيقول لك طالب ايه منك؟ طالب منك الجهد في ات بوينت بي اف ذا زيرو ريفرنس از ات ذا اوريجين. يعني بدايتي هي مين؟ هي اكس بزيرو وواي بزيرو وزد بزيرو. فهو نفس التكامل اللي احنا عملناه اللي فات، بس كل الموضوع حدود التكامل هتتغير، هتبقى من زيرو لواحد، من زيرو لسالب واحد، من زيرو لزيرو. يبقى دي زد هتبقى بكام؟ بزيرو. التكامل هيطلع معاك بدايه مين؟ بدايه الواي ومين؟ والاكس. عند البي بقى هات البي، ده لو هو طالب هات البي، عوض عن الاكس بواحد وعن الواي بكام؟ بسالب واحد، هيطلع معاك البي بي او بكام؟ ب 40 فولت. السلايد اللي فات احنا كنا بنحسب فرق الجهد ما بين نقطتين جنرالي من القانون اللي هو سالب تكامل اي دوت دي ال. دلوقتي بقى لو احنا خدنا مثلا على سبيل المثال، لو انا عندي شحنه كيو والنقطتين دول بره، وعايز احسب فرق الجهد ما بين النقطتين دول في اي بي نتيجه وجود الشحنه كيو. المره دي بقى مش هديك مجال، بديك الشحنه نفسها او بديك التشارج كونفجريشن. فهنا انا شغال على بوينت تشارج كيو، فهتلاقي عندك الاثبات بدايته كده سالب تكامل اي دوت دي ال، والاي نتيجه الشحنه بقانونها كيو على 4 باي ايبسون بار تربيع. هتكمل من كام لكام؟ هتكمل من، انا عايز في اي بي يبقى من بي لاي، يبقى من ار بي اللي هي بعد النقطه بي عن الشحنه كيو، لي ار اي اللي هو بعد النقطه اي عن مين؟ عن الشحنه كيو. لما تكمل هيطلع معاك القانون ده، قانون مهم جدا وتحفظه، كيو على 4 باي ايبسون نود. ايبسون نود على حسب الوسط اللي في النص هنا، طبعا الوسط هنا اعتبرته فراغ فقلت ان هو ايبسون نود، في واحد على ار اي ناقص واحد على ار بي. يبقى كده معاك الفي اي بي. طب لو اعتبرنا ان البي ديت اللي هي الريفرنس الزيرو ريفرنس، لو اعتبرناها انفينيتي ما لا نهايه، فكده بقول جهد النقطة ايه؟ فجهد النقطة ايه؟ جهد النقطة بيعرف ان هو شغل مبذول النقل لوحدة الشحنات من ما لا نهاية. يعني الزيرو ريفرنس بالنسبة لك هو مين؟ هو الما لا نهاية، يعني تعوض عن ار بي بكام؟ بما لا نهاية، واحد على ما لا نهاية بكام؟ بزيرو. فيديك القانون ده.
ده قانون مهم جدا تعرفه، اللي هو جهد النقطه لما طلب منك نتيجه وجود شحنه. لو انا عندي شحنه هنا وعايز احسب جهد النقطه ايه، جهد النقطه ايه نتيجه وجود الشحنه دي، هو كام؟ كيو على 4 باي اكس النقط في المسافه من الشحنه لغايه النقطه ايه. وبالنسبه لي كده زيرو ريفرنس فين؟ في الانفينيتي. لو انت مثلا عايز تحسب فرق الجهد من ايه لبي، ممكن تحسبه من القانون ده، او ممكن تحسب في اي وتحسب في بي وتقول ان في اي بي هو في اي ناقص في بي. يبقى ده القانون اللي احنا سألناه دلوقتي، اللي هو لو انا عندي نقطه بقى واحده والنقطه دي عايز احسب الجهد عندها، بيبقى مفهوم ضمنيا ان الزيرو ريفرنس بتاعك عند الانفينيتي، فقدامك القانون ده هو ده قانون جهد النقطه نتيجه وجود الشحنه ديت. وزي ما اتفقنا ان الزيرو ريفرنس موجود فين؟ موجود عند الميل النهائي. نشوف المساله رقم 5. دي 5، المساله رقم 5. A point charge of 1.6 نانو كولوم is located at the origin. يعني الشحنه نفسها موجوده فين؟ عند الاورجن، عند الزيرو والزيرو والزيرو، وكميتها كام؟ 1.6 نانو كولوم. وشغال في فري سبيس، يعني انا شغال مع الابسلون نوت. فايند ذا بوتنشال، عايز الجهد عند بعد 7 متر عن الشحنه لو الزيرو ريفرنس عند الانفينيتي، ومره لو الزيرو ريفرنس عند قبل كام؟ بنص. ومره ثانيه لو بديك جهد مطلق ب 5 فولت، جهد نقطه ثانيه ب 5 فولت عند قبل كام؟ ب 1 متر. فلو اعتبرت ان الزيرو ريفرنس بالنسبه لي هسميه مثلا بي، فانا عايز احسب في اي بي مره لما تكون بي بما لا نهايه، ومره لما تكون بي بنص. والحاجه الثالثه بقى انا طالب منك جهد ايه، مش جهد اي بي بقى، طالب منك في اي. تمام، لو مديك جهد دي تعتبر بالنسبه لي الفي بي، انا كده بالنسبه معايا الفي بي وعايز منك الفي اي. شوف هنحسبهم ازاي. اولا الفي اي بي هو في اي ناقص في بي. الفي اي زي ما انتم عارفين قانونها كيو على 4 باي ابسلون في الار، والكيو بي كيو على 4 باي ابسلون في الار، وادي السالب، خدت العامل المشترك ده طلع معايا القانون ده، هو نفس القانون اللي انا استنتجته في الاول اللي هو الاساسي عندنا اصلا. عوضت عن بي مره ما لا نهايه اللي هو المطلوب رقم واحد، وعوضت مره عن بي بكام؟ بنص. طلعت فرق الجهد من ايه لبي، طلع مره معايا ب 20 ومره بسالب 8. اخر مطلوب عندنا هو في اي بي بيساوي في اي ناقص في بي، هو مديك الفي بي وعند نص قطر كام؟ نص قطر واحد. القانون هو كيو على 4 باي ايبسلون نود في 1 على 7 من 10 ناقص 1 على 1. القانون ده كله جيفن بالنسبه لك. الفي برضه في بي جيفن بالنسبه لك. ايه المطلوب عندي؟ مطلوب ان انا احسب الفي اي، جهد النقطه اي لما يكون الزيرو ريفرنس بتاعها ما لا نهايه، ومديك جهد نقطه ثانيه بي بالنسبه لما لا نهايه بكام؟ ب 5 فولت، وهي على مسافه 1 متر من الشحنه، وبيقول لك احسب الجهد بتاع مين؟ بتاع النقطه A. فاستخدمت العلاقه ديت، ال VA بس هو المجهول فيها، حسبت منها ال VA. عندك برضو في الكتاب وفي المحاضرات حاسب لك جهد نقطه نتيجه وجود كونفجريشن من التشارج. يعني على سبيل المثال في عندك لاين تشارج، في عندك مثلا رينج مشحونه، في عندك مثلا ديسك مشحون، في عندك حاجه زي هولي ديسك كده مشحون، يقول احسب جهد النقطه ولتكن بي. جهد النقطه المقصود ان هي جهد النقطه ديت، وزيرو ريفرنس بالنسبه لي هو الانفينيتي. فبيحسبها من المبدا الاساسي بتاعنا ان جهد النقطه ديت نتيجه وجود بوينت تشارج هو عباره عن كام؟ عباره عن دي كيو على 4 باي ايبسلون في الار. فهو هياخد اليمنت صغير على حسب الكونفجريشن اللي انت شغال فيه، سواء رينج، سواء ديسك، سواء مثلا لاين تشارج، على حسب. ويحسب الدي كيو فيه. دي كيو مثلا لو انا عندي رينج زي دي كده المشحون فيها، هاخد مثلا اليمنت قيمته كام؟ قيمته دي 4. هناخد سوري اليمنت صغير مشحون بشحنه دي 4. طب الاليمنت ده عباره عن ايه؟ التغير في الاتجاه ده، والتغير في اتجاه مين؟ التغير في اتجاه الزاويه فاي، والتغير في اتجاه الزاويه فاي هو عباره عن ار دي فاي. لو ضربتها في كثافه الشحنه الطوليه الرو ال، لان الرينج بتبقى مشحونه بكثافه شحنه طوليه، هحسب مين؟ الدي فاي. إيه؟ طب المسافه؟ المسافه اللي انا طبعا نص قطر الرينج ار، والارتفاع العمود النقطه بي عن الرينج هو اتش، يبقى المسافه دي هي الجذر التربيع لمين؟ اتش تربيع زائد ار تربيع، زي ما حضراتكم شايفين كده. عوضت عن الار بالقيمه ديت، عوضت عن الفاي بالقيمه ديت، عملت التكامل للفاي من 0 ل 2 باي، هيطلع معاك البي بي بكام؟ بالقانون ده.
في الامتحان لما يطلبوا منك انت مطالب انك تستنتج القانون اثناء الحل، ما تكتبش القانون على طول. في الكونفيجريشن ده لما يبقى عندك ديسك بيبقى عندك التغير في اتجاهين اتنين، تغير في اتجاه الدي ار وتغير في اتجاه ار دي فاي، ار دي فاي واتجاه تغير مين الدي ار، وبيبقى عندك تكامل اتنين، تكامل ثنائي، تكامل في اتجاه الار. لو انت عندك الديسك ده يعني مصمت يبقى الار بتتغير من زيرو لار، والفاي بتتغير من زيرو ل 2 باي. انما لو هولي ديسك زي دي كده هتلاقي الار بتتغير من اي لبي، مش من زيرو لبي، من اي لبي. فيطلع معاك القانون ده، الفي بي جهد النقطه عند النقطه بي بكام؟ بالقانون ده. وعند النقطه ديت بالقانون ده، لو ديت رينج لو دي ديسك، سوري ديسك مصمت، ولو دي ديسك ماله مفرغ من النص. نشوف مع بعض المساله رقم 6. المساله رقم 6 بيقول لك يوز ذا سيتابل ايكويشنز تو فايند ذا بوتنشال ات بي 0 0 و10 الكوزد باي ايتش اوف ذا فولوينج تشارج ديستريبيوشن ان فري سبيس. رقم واحد، لو انت عندك رينج كثافة الشحنة الطولية فيها 5 نانو كولوم لكل متر، الراديوس بتاعها 4 والزد بزيرو، يعني هي تقع في المستوى الزد بزيرو، هي تقع في المستوى اللي هو ايه زد بزيرو. طبعا طالب منك تحسب عند بي تحسب الجهد، فطبعا الاتش هو ارتفاع نقطة بي عن مين؟ عن الرينج اللي هي هتبقى بكام؟ ب 10، لان يعني تقع على مستوى زد 0 و0 اكس ب 0 واي ب 0 وزد بكام؟ ب 10، والرينج موجود عند زد ب 0، يبقى البعد من بي لغايه الرينج لغايه مستوى الرينج كام؟ 10. فطبعا انت هتستنتج القانون، هتستنتجه كامل، وفي الاخر هتوصل للعلاقه دي. الرؤول اللي جيبه بالنسبه لك 5 نانو كولوم مقدار في 10 اس 9، الار بالنسبه لك معلومه ب 4، الاربعه باي ايبسون جذر تربيع ار تربيع اللي هي بكام؟ ب 4 تربيع، والاتش دي هي كام؟ اللي هي 10. هتعوض هيطلع معاك مين؟ الفي بي بالرقم ده. تاني حاجه بيقول لك لو انت عندك ديسك، الديسك الرئيس بقى كثافه الشحنه سطحيه 2 نانو كولوم لكل متر تربيع، والار من 0 ل 4، والزد برده في المستوى زد في 0. فطبعا برده انت هتستنتج العلاقه، هتعمل التكامل الثنائي ده، هتستنتج العلاقه هتطلع معاك بالشكل ده. الشكل ده الرويس مديها لك، الاتش جيفن والبي هي نص قطر الايه؟ الرينج. هتعوض هيطلع معاك ايه؟ الفي بي بالرقم ده. اخر حاجه عندنا، لو انت عندك هولي ديسك فهتلاقي العلاقه ديت شبه العلاقه بتاعت الديسك، بس الجزء ده كان هناك باتش، الجزء ده هيبقى جزء تربيع اتش تربيع زائد ايه تربيع. استنتج العلاقه برضه، هتطلع معاك العلاقه بالشكل ده. عوض عن رويس، عوض عن الاتش والبي والاي، اي اللي هو نص قطر الصغير، هو نص قطر الفراغ، والبي هو نص قطر ال الديسك من بره، مش سمك الديسك، لا ده نص القطر بتاعه. فهتحسب هيطلع معاك الرقم في الاخر كام؟ ب 96.9525 فولت. اتمنى تكونوا فهمتوا كده. احنا السكشن اللي احنا عايزين نقوله في السكشن ده خلصناه، اتكلمنا النهارده عن البوتنشال ديفرنس، واتكلمنا عن البوتنشال، واتكلمنا عن الورك. فأتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.